يسألني عنها عن فضلها بالسنين يكفي لو قلت لك سليلة آل إله العال أمها آي على البرية والأبو على المؤمنين أمها آي على البرية والأبو على المؤمنين والله شرفها بجلال المجتبى ونور الحسين والله شرفها بجلال المجتبى ونور الحسين مهيوبة من ربها لهذبها بعلوم الجلالة مهيوبة نزلها وفضلها من أطهر سلالة بالمحفل